أحمد يحيى في مستهل رده على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة يثني على نواب الموالاة والأحرار ويقسم المعارضة إلى قسمين، معارضة قال أنها متحضرة وقسم آخر سماه حرفي المعارضة. استمعنا أيضا إلى حرفيي المعارضة. حرفيي المعارضة لجاوا بلغة من أشد العبارة. أصبح النظام نظام مافيو والدولة دولة فوايو. إذن في إطار الديمقراطية سأعبر أنا كذلك. الشعب الجزائري لا ينسى غياب هذه الجماعة عندما كانت المعركة من أجل الديمقراطية. طلب منهم فقط المشاركة في حوار، قالوا لا نشارك ولا نجلس مع البعض، وأصبحوا حلفاء للبعض. ولا ينسوا مناضلي الأمازيغية غيابكم في ساعة الحسم عندما جاء رئيس الجمهورية باقتراح لترسيم الأمازيغية كلغة وطنية. حركة مجتمع السلم لم تستثنى من رد الوزير الأول، فبعدما أثنى على الشيخ محفوظ نحناح قال أن أبناءه اليوم أضحوا تائهين. من جماعة تاهت المسيرة، تاهت مسار مرحوم وطني قائد فضل الجزائر حتى على مصالحه الشخصية، وقال أنا ذاك الجزائر بلد الجميع ويبنيها الجميع. ولا نتكلم عن الشيخ نحناح الله يرحمه ورحمه الله. كما رد أويحيى بقوة على نور الدين بكروح الذي دعا مؤخرا الجزائريين للقيام بثورة سلمية. مثل واحد منهم اللي نشوفوه من زمن إلى زمن كي كسوف الشمس. هم اللي كليبسوا له. يروح ست شهور ولا عام ويعاود يرجع. المدة الأخرى ورجع وينادي لثورة شعبية. عارف الشعب ما يسمعلوش لأن الشعب ما نساش ما كان يسميه غاشي. كما لم تسلم جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة ولسنات كلامية بين نواب المعارضة والوزير الأول الذي وصف تلك الانتقادات بالنفاق السياسي. يعرفكم الشعب، ألف مليار دولار، ألف مليار دولار قلنا للشعب وين راحت. النفاق السياسي انتهى وقته. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، الشعب اللي راه يسمع فينا ماهوش يسمعكم.